السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ تقديمة جديدة، هذا الحلقة الثانية من كراش. عارف اني لخبطت لان انا قاعد العب بتخزيني الاساسي في كل القدرات، ما بحال اعيد من جديد واسوي اي نفسه. ما تحتاج تعدون الوحوش هذه، قد تاخذون قدرة جديدة. مثلا انا عندي كل القدرات الحين، اهم شيء البازوكا والسرعة وكل شيء، حتى طلعت المرحلة السرية ذي. هذه خلاص نختمها. شوف احلى ما في اللعبة ذي انك بدك تلعب الشخصيتين كوكو. غير ارتو. يلا نبدأ الحلقة الاولى. وقفنا عند 6، طنشنا فيه ثنيات هناك. معليش يلا مشوا عليه. يلا نبدأ سريع سريع. يلا بسم الله. شوفوا كراش صراحة أجمل الألعاب اللي لعبتها حياتي كلها صراحة. كنت متحمس للجزء النسخة دي من يوم نزلها في الطلب المسبق، وأنا حدثتها من أول ما نزلت. أول ما توقعوا الطلب المسبق حدثت على طول. برضه صار زي ما توقعت من الأسعار. الأسعار حقت كراش صارت أول ما نزلت، ما انخفض الاسعار عندنا الا يوم نزلت جرير سعرها 109 ريال. المحلات كلهم يبيعون على 300. تخيل جرير بالستور جيم تقصد 30 دولار وعرف المحلات بالقيمة. اقعد اقعد هذا القرد لابو هذا عاد وليد. هذه المرحلة العربية أحسن مرحلة. شكرا. عندي 800 خلاص. أوه ماي جاد، يمكن بوجهه شيء يعني. صراحة أنا استمتعت فيها على سيني 1 وحتى على الفيتا. حتى ايه حقت لعبة سبين وان بس على الفيت اللي تلعبها لعبة. بس الشيء المختلف في النقطة ذي خلوها صعبة زيادة، وفي بداية اللعب عليها كلام يعني شوي. مثلا لو غلطت في قفزة تضيع عليك تروح. محتاجها شينا يعني. ها القفز هنا صار بالنسخة ذي صار صعب. لا بوجهك الله يقلعك يا شيخ، ما بغيت راح لك. معليش حبيبي. طبعا البازوكا ذي ما تطلع لك لما تختمت اللعبة يعني. لا 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 او ماي جاد هالشيخ خراب طرحات ضبية. ماني لا 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 لقي بوجهك قطعني بسيف بعد ما يلا وثاني عدينا. يبلع ورا يا قرد والله. يس على النهاية ما ابغى غامر. خلاص يعني رجع كراش استكمل يا كوكو. ما اعرف العب فيها، ما تعطيني طعم اللعب، ما تحمسني زي كراش. يا جلبي يا. طيب ايش ثاني؟ ايش كنت بقول؟ لا بس والجرافيك الصراحه رهيب. ابدع ذا الفيديو، ذا الفريق ابدع صراحه. قدم لنا اللعبه زي كان على السينما. اللهم في ال لا لا في مستوى الصعوبه. بس اذكر سيني 1 كانت مستوى الصعوبه يعني كويسه يعني.
اما هذه صراحة يقول برضه القفز فيه مشكلة الظاهر، ولا انا اتهيأت. انا جربت على سكولي ون، رجعت على الفيتا يعني، جربت على الفيتا مرة ثانية ما كان فيها مشاكل. لا 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 ما بقى الوقت، طيب يلا اعتبرونا اخذ جوهرة في اللعبة. هذا اهم شيء انك تجيب المركز الاول. لا لا طبعا السباقات ذي كل ما تتقدم في المراحل تطلع. شوف الاعلانات، اعلانات الغاسله. اضغطوا ار 2 عشان يديك السرعه. لا 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 تيجي قدام يا غبي. لا لا قدام ذلك ما بس واحد واحد. يلا ما عليه اعتبروني اني فزت فيها، جبت الجوهر. ايه يلا روح محل. طيب طيب يجي. لا ما في كم. يلا خلاص يلا 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 خلص. لا انت طاق يا الله على ما انتبهت للنقطة ذي. ايوه بعدين في مشكلة ثانية، هي شاشات التحميل ذي تاخذ وقت. لا لا خلاص اعتبروني فزت فيها يا شباب. يلا روح على القائمة الرئيسية. وبعدين بدأت الشريط غبية ما ادري ليش ما يمديني اضغط سكايب. خلاص شفتها مرة واحدة خلاص، يعني كل ما شغل الشريط تغثني. هذا الميكروش ينط بالآلة وزي كذا، يعني نحط فيديو لأن احنا بلة. لا لا بكرة. يلا سبعة ثمانية سباقات يعني تسعة. المرحلة الفرعونية دي مصر يا باش، دي مصر يا باش يا باش بوشة. طبعا في تروفي هني اول ما تبدا تصوب على الجهتين وتطلع لك. انا طلعت التروفي ذا. هني شوفوا هني يصوبون يطلع لك راس كراش. اللي شوف طلعت الروج دي خلاص يدونك تروح فزاز بيكون معك الروج. يلا هوبا والله حلو ما تمنى مع اني ما جر لسه ما. لا 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 يا ابوي تروح اللعبة ما يمل منها صراحة، سواء عد جديد ولا قديم في اللعبة ذي ترى راح تعجبك. لأن كراش مارك مارك بعالم. لأن كراش اسم إن شاء الله ينزلون نسخة ريمك. ذا الثاني كابتن يعني ما قريت في حركة، في حركة لا لا حركة بالنور عشان تتجنبون الأسهم حقته. أنا عارف إن أغلبكم يعرفها بس وبدي اقرر بدي اقرر. يلا يلا يلا
الحين في انوار انا اوريكم كيف في طريقه ثانيه تسدي ما طلعت قدره السرعه ذي شوفوا كذي تسحب طب خلي يطلق مني لبوك كذا هو جيت على النور يطلق حلو الحركة يلا يلا ضيع التفاح هذا ابو نوفل هذه الحية دي وصلت لنهاية المرحلة شو التعقيد هنا بالوقت شوف حتى لو جمعت الصناديق ترى ما يجيبها كاملة في مرحلة سرية على جنب شفت ما اخذت راس صوبتك الراس صوبت عليه ذيك مرحلة سرية تنفتح لك البوابة حقت الجوار فيها صناديق ثانيات لا جمعتين عاد يعطونك اللي في الصندوق ما حالي قلق والله قلق يلا اي واحدة الحين 90 للعدات يلا 10 مرحلة البنية مرحلة الصين الله مع القط قوطة هذه حلوة في اول مهمة ظهيرة مثل هذا عندنا بالنهار الحين بالليل صعبينها شوية طبعا يلا طبعا نبدو قرمى الأم داعي هذا ما يحمي في حركة انك تفجر الصناديق ذي اللي تطيح عليها انك تركب عليها زي كذا مثلا اذا حكشته هو الخوف كله من التنانين ذي اللي تطلع في بعضها يجيك فوق بعضها يجيك من تحت يجيك من فوق اتك ترى يخدعونك هذا ما لدعنا هذا اللي يجي من تحت الفوق لا للأسف تأخرت يبعد تكفي كويس يلا بقى قوتتي اني احبك جدا هيا نذهب من هنا اعتبرونا قد الجواب يلا 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 طبعا اللي يسأل عن توفيات ترى كل ما تعدي وحش يعطونك تروفي وقدر بس في تروفيات ثانية مثلا جمع 5 جواهر 5 الوقت ذي الذهبية تعرفون يعني قلق شوف الجوار ذي شوف الجوار ذي هذه مين الجوار هذا الكريستال هذا الجوار ذي البيضة هذا تجمعون 5 10 ولا تجمعون حتى الوقت ذي الزرقاء المهم يلا نوريك الوحش يلا هذا ابو يكره البطريق انا وري الحين يلا 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 زي ما قلت في اشياء ثلاث اشياء في اللعبة ذي يعني سلبية فيها اول شيء طيب ليش حطيني لا لا لا
لا لا لا لا لا لا ما تتفقنا على كده. ايه ديك الجمال اشتري يا مش تشوفون تشوفون هذا لا طيب انا ترى تبول تبول يوم يطلق بس النار لا يا شيخ وانا اقول انت بغوله الحين يصير اسرع اسرع من قبل لا 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 ما تطيحني في صحراء بغى يجيبني يبي ما يجيبني ما يلا انفجر يلا اخر واحدة واصعب واحدة هنا في طلقتين في طلقتين لا 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 بغيت اقول لا انا وش جابني مني معلش 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 ترى سهل والله سهل والله بجد لازم تركز معه ان شاء الله ما يجي لا 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 يا ذي الكعب فجرت معاه قتل الثلج ذا لا 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 مو هني ايش بدي اوقف عندي استراتيجية انا شوف الزهر كيف استنى من بين باخ لا 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 ركز ركز لا طفش يا البطري يلا اذبح ايه العب عليه طق يلا طق عليه طب هذه من لعيني كبيرة حقير ما ينفع معاملة
لنذهب الى الشرير الثالث. طيب الشباب انا عارف انها قصيرة بس يلا ان شاء الله على 5 حلقات. يلا الحين كان عدينا الوحش الثاني، يلا نروح للجهة الثالثة. هذه من 11 لحد 15. يلا شباب ان شاء الله استمتعتم، نشوفكم في الحلقة الثالثة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.